السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم في الفيديو ده عن حاجة اسمها سب بلوت. اتكلمنا في الفيديوهات اللي فاتت عن البلوتينج والأوامر بتاعته والكتابة على الفيجر. عايزين نتكلم المرة دي عن أمر اسمه سب بلوت. بيعمل ايه الأمر ده؟ ان انا بقسم الشاشة بتاعتي لحاجة بالشكل ده. يعني لو عايز اقسم عندي الشاشة لاربع مربعات او مربعين او مربعين بالطول، يعني ايا كان الشكل اللي عايز اقسمه ليها، بستخدم امر اسمه سب بلوت. يعني الرسمة الفرعية، انا بحول الرسمة بتاعتي لاربع رسومات مثلا او اتنين تلاتة على حسب عدد السب بلوتينج اللي بدخلها في الامر بتاعي. هنقفل الشاشة دي ونبدأ نجرب الأمر بتاعنا. الأمر بتاعنا بيدخل له 3 inputs. السب بلوت بيتعامل مع البلوت بتاعي أو الفيجر بتاعي على إنه ماتريكس. الماتريكس دي ليها عدد صفوف وعدد أعمدة، وبحدد أنه element في الماتريكس اللي عايز أرسم فيه. يعني هكتب مثلا سب بلوت 2 2 1. اوكي، هو بيتعامل معاها ان هي ماتريكس ام في ان والاليمنت واحد. هنا ايا كان رقم الاليمنت بيتعامل معاه ان هو مثلا اليمنت بي، يبقى هي بيدخل لها سب بلوت ام ان بي. بدخل هنا رقم العمود، هنا عدد الاعمده، وهنا عدد الصفوف، سوري، هنا عدد الصفوف، هنا عدد الاعمده، وهنا رقم الاليمنت. فلو دخلت سب بلوت 2 2 1 بيبدا يقسم لي الفيجر بتاعي ان هو هيبقى هنا صفين وهيبقى عمودين، وده الاليمنت رقم واحد هرسم فيه. وممكن اغيرها اخليها سب بلوت 2 2 2، بيبدا يطلع لي ان هي عندي برضو 2 في 2، اليمنت واحد واليمنت اتنين. وبعد ما خلاص قسمتها ابدا بقى ارسم جواها واعمل بلوتينج جواها. فهعمل سب بلوت كمان 3 في 3، وسب بلوت مثلا 4 في 4 عشان اوريكم الشكل اللي احنا كنا عايزين نوصله. اوكي، يبقى انا هنا قسمتها، قسمت شكل الفيجر بتاعي الماتريكس 2 في 2، ده الاليمنت الاولاني وده التاني وده التالت وده الرابع. لو عايز اعملها ماتريكس مثلا بتتكون، عايزه اقسم الصفحه ان هي تبقى مثلا 2 بلوتس بس، يعني 2 جنب بعض مثلا، فخليها صف واحد وعمودين، واقول الاولين بقت صف واحد والعمودين هيبقوا جنب بعض. وهقول مثلا هنا بلوت ارسم لي رقم واحد مع رقم اتنين على شكل نجمه. هلاقي ان هو رسم لي واحد مع اتنين على شكل نجمة. وهقول له سب بلوت 1 2 2، وارسم لي فيه 2 و3 على شكل زلت. هلاقي رسم لي هنا، قسم لي الشاشة بتاعتي لصف واحد عمودين شكلين جنب بعض. هنا عمل لي علامة النجمة، وهنا عمل لي علامة الزائد عند الاتنين والتلاتة. اي امر جاي بقى بعد السب بلوت اللي هو 1 2 2 ده هيجي على تاني شاشة، يعني رسمت فيها، هيجي الرسمة فيها. حطيت بقى تايتل، حطيت اكس ليبل او واي ليبل، حطيت هولد اون، عملت اي حاجة، كله هيطلع على نفس الشاشة. لو ما حطيتش مثلا هولد اون هيطلع مكان دي. يعني لو جيت مثلا قلت بلوت 4 5 على شكل نجمة، هلاقي القديمة راحت ورسم لي واحدة جديدة عند 4 و5 على شكل نجمة. لو قلت له hold on وارسم لي الاتنين والتلاتة الزائد، هلاقي بقى عندي الاتنين والتلاتة الزائد، هلاقي ظهروا مع بعض على نفس الشكل. ممكن اقفل الفيجر ده خالص واقول له سب بلوت عايزه صفين وعمود واحد، هيبقوا الاثنين يطلعوا فوق بعض واول واحد. واقول له بلوت 1 و1 على شكل نجمه مثلا،
فهتطلع لي بالشكل ده. قلت له اعمل لي جريد اون، هيقسمها لي كجريد. ممكن بقى اكتب اي امر عليها، يعني ممكن اقول له التايتل بوينت 1، وبعد كده مثلا اعمل سبلوت اللي هو تاني element، واقول له ارسم لي عليه واحد واحد برضو، والتايتل بوينت 2. اروح اشوف الاقي ان هو رسم لي دي الاولانية، عمل هنا قسم السبلوت، هلاقيه رسم لي الواحد مع الواحد، وهنا الواحد مع الواحد، وطبق لي الجريد على اول رسمة، لان انا عامل الجريد بعد اول بلوت، وتاني واحد طبق لي برضو التايتل بوينت 2، هنا اول واحد طبق لي التايتل بوينت 1. طيب هنجرب مثال سريع، عايزين نطلب فيه، عايزين نرسم ساين اكس وكوزاين اكس، والاتنين مع بعض يبقوا مرسومين فوق بعض في سبلوت عشان نبينهم. يعني هيبقى عندنا سبلوت واحدة فيها ساين اكس، واحدة فيها كوزاين اكس، وواحدة فيها الاتنين فوق بعض، يعني هنقسمها تلاتة. عايزين الاتنين فوق بعض تبقى واخدة صف كامل، والساين وكوزاين كل واحدة واخدة تحتيها خانة. يعني هنشوف الشكل عايز ازاي، يعني عايزين نبقى المربع بتاعنا اول صف واخد الرسمتين فوق بعض، وتاني صف متقسم بلوكين تو سيلز، عندنا خليتين او تو اليمنتس، كل واحد فيه ساين، واحد فيه ساين، واحد فيه كوزاين. فكده كأن النص اللي فوق موجود في ماتريكس 2 في 1، والنص اللي تحت كل خلية موجودة في ماتريكس 2 في 2، وعايزين نرسم جوا كل واحدة ساين اكس وكوزاين اكس ونكتب عليهم. فكل امر سب بلوت تحتيه بلوت، هيبقى تحتيه اوامر خاصة بالبلوت، ان انا عايز ارسم اكتب تايتل معين، او ادخل اكس ليبل او واي ليبل. وعايزين نعمل كمان ندخل الاكسس ليميتس، يعني عايز اقول له خلي الاكسس بتاع الاكس والليميت بتاع الاكس مثلا من 0 ل 2 باي، وبتاع الواي مثلا من 0 ل 10، ايا كان يعني. فهنقول اول حاجة هنعرف الاكس لين سبيس من 0 ل 2 باي، وهنعرف عندنا ساين اكس وكوزاين اكس، ممكن نعرفهم واي وزد، وممكن نستخدمهم باسمهم على طول. هنعرف الواي ان هي ساين اكس، والزد بكوزاين اكس. اوكي، وهنروح نقسم الفيجر بتاعنا، هنقول سب بلوت، عايزين اول واحده هتبقى كانها واخده الصف الاولاني في ماتريكس 2 في 1، يبقى ماتريكس 2 في 1 اول element، هلاقي ان هي واخده الشكل ده، وهقول له ارسم لي فيها بلوت اكس واي وهولد اون وبلوت اكس وزد، وبعد كده سب بلوت اللي تحت قلنا عايزينها ماتريكس 2 في 2، وهيبقى تالت element اللي هو تحت على الشمال، وهقول له في بلوت اكس مع واي، وبعد كده سب بلوت 2 2 ورابع element اللي هو تحت على اليمين، وبلوت اكس وزد. ونروح نشوف الفيجر، هلاقي ان هو رسم لي فوق ادي الساين وادي الكوزاين، رسم لي تحت دي الساين لوحدها ودي الكوزاين لوحدها، وهنا الاتنين فوق بعض، وهنا رسم لي دي كأن هي في ماتريكس 2 في 1، ودول كأنهم تبع ماتريكس 2 في 2. يعني قسم لي الفيجر بتاعي
ل 3 سيلز هنا، كل سيل على حسب انا ببقى عايز التقسيمه شكلها عامل ازاي، بتخيل كانها موجوده في ماتريكس، عدد صفوفها ام وعدد اعمدتها ان، ورقم الخليه بتاعتي او رقم السيل هو بيبقى اخر رقم. طب لو عايز العب بقى في الفيجر، يعني اخلي دي لون ودي لون، عايز اكتب تايتل عليها او كده، لان انا بقى هقعد لو كتبت اخر امر هنا تايتل هيروح على السبلوت ده، فهنا الاسهل لي طبعا، الاحسن لي ان انا استخدم ام فايل عشان اغير في الاوامر براحتي. فهروح افتح ام فايل واخد الكلام ده كوبي وبيست فيه عشان اغير فيه. هروح عند امر البلوت الاولاني كان الاكس والواي، والاكس والزد، هقول له مثلا الاولاني كانت دي تطلع زرقاء، انا عايز دي مثلا تبقى حمراء، فكده الاولانيه تبقى واحده زرقاء واحده حمراء، وهقول له تايتل الساين اند الكوزاين، والتانية هحط لها تايتل ان هي الساين فانكشن، والاخيرة هحط لها تايتل ان هي الكوزاين. ممكن اعمل الجريد للاولانية واروح اعمل run، هيقول لي سايف الفايل، هسيفه. هلاقي ان هو عمل لي جريد في الاولانيه، خلى لي الساين زرقاء، خلى لي الكوزاين حمراء، كتب لي تحت ان دي ساين ودي كوزاين. ممكن اعمل حاجه جديده، عايز اخلي امر جديد اسمه اكسس، ممكن نروح نشوف الامر ده بيعمل ايه. يعني ممكن نقول له help access، الامر ده بيحدد لي المينيمم والماكسيمم للاكس اكسس والمينيمم والماكسيمم للواي اكسس. يعني عايزه اقول مثلا من -10 ل 10، من 0 ل 2 باي، اي حاجه يعني. بستخدمهم، بكتب هنا الاكس مينيمم وبعدها الاكس ماكسيمم والواي مينيمم والواي ماكسيمم بنفس الترتيب. فهروح ازود هنا، هقول اكسس، خلي بالكم الاقواس هنا بيبقى هنا اقواس الاول عاديه، وبعد كده سكوير براكتس اللي هي الاقواس دي اللي هي شبه بتاعه الماتريكس. فهفتح الاقواس دي وبعدين افتح جواها الاقواس دي، وهكتب انا عايز الاكس مينيمم يكون من 0، والواي ماكسيمم الاكس ماكسيمم يكون 2 باي، وعايز الواي مينيمم يكون -10 والواي ماكسيمم يكون 10. خلي بالكوا الواي بتنزل في السالب عشان قيم الساين والكوزاين. وهعمل رن، هلاقي ان عندي الاكس بقت من 0 ل 2 باي، وزي ما احنا شايفين الواي بقت من -10 ل 10. ممكن اغيرها برضو اخليها من -1 ل 1، لان هي اقصى حاجة ما نقول الساين ساين باي على 2 بـ1 او كوزاين 0 بـ1. هلاقي ان هي طلعت لي واضحة هنا الماكسيمم بتاعها بـ1 ومن 0 ل 2 باي. ولو عايز اطبق نفس الكلام تحت لازم اكتبه بعد كل بلوت، يعني لازم اخد ده مثلا كوبي وبيست هنا واخد ده هنا كده واعمل رن، هلاقي ان ده برضو اتطبق من 0 ل 2 باي، وده من 0 ل 2 باي، والماكسيمم من -1 ل 1. يبقى احنا كده عرفنا السب بلوت وعرفنا الاكسس، وخدنا مثال، ده اعتقد مثال واضح يعني عشان يبين السب بلوت بكل مشتملاتها. شكرا لكم، واستنونا الفيديو الجاي.